نجدد لكم التحية ونرحب بضيوفنا الكرام ينضم إلينا من لندن سيد كين أوكيف ناشط في مجال دفاع عن حقوق الإنسان وأحد عناصر مشاة البحرية الأمريكية سابقا ومن لندن ينضم إلينا سيد أكرم عطلة الكاتب والباحث السياسي أيضا من واشنطن ينضم إلينا السيد بشار جرار كاتب صحفي ومختص بالشؤون الأمريكية من بروكسل نرحب معنا بالدكتور حسين الوائلي الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون الاوروبيه اهلا ومرحبا بكم على شاشه القاهره الاخباريه ابدا معك مباشره سيد كين اوكيف الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان تابعنا على مدار اليوم المسارات القضائيه في محكمه العدل وامس المحكمه الجنائيه وما تقدم به 600 محامي ضد مسؤولين اسرائيليين، ولكن دعنا من هذه المسارات ودعنا حتى من نتائجها. ماذا عن السلام الذي يحاول الغرب ان يسوق له؟ هناك من يقول وهنا تحديدا في الغرب هناك من يقول انه سلام مزيف ملطخ بدماء الابرياء وتحديدا بدماء الاطفال، فهذا السلام المزعوم ياتي بعد سيل من دماء الاطفال والمدنيين الابرياء في قطاع غزه، وكان دول الغرب بدات تنادي وتدعو لوقف اطلاق النار بعد ان قامت اسرائيل بما قامت به اصلا، بعد ما انتهت اسرائيل مما تريد القيام به في غزه، وهناك تجارب سلام اخرى ننظر لها، تجارب سلام يعني خاصه بالغرب لاحظنا ما حدث على سبيل المثال في العراق في افغانستان هل هو سلام من وجهه نظرك حقيقي ام مزيف كما يقول البعض وهل ما يدعو اليه الغرب في تصريحاتهم وتصريحات مسؤوليهم عن السلام وعن فتره ما بعد الحرب في قطاع غزه هم يتحدثون برايك عن سلام حقيقي لقد تفرجوا علي هذه الاباده الجماعيه التي تحصل ليس فقط منذ السابع من اكتوبر ولكن صار لها تحدث منذ بدايه الدوله اليهوديه دوله اسرائيل التي اسست علي اسس غير قانونيه عبر منح اغلبيه الارض لاقليه معظمهم مهاجرون جدد الى المنطقه لا تربطهم بها وبارضها اي روابط هذه الاباده الجماعيه كان يجب ان يتم الحديث عنها من قبل والحمد لله ان جنوب افريقيا تقوم بما يجب القيام به فالمسؤولون الاسرائيليون تمادوا صاروا يقولون حيوانات بشريه عن الفلسطينيين وانا اريد ان اقول بارك الله بمسؤولي جنوب افريقيا ومحاميهم لانهم رفعوا هذه الدعوه القضائيه في المحكمه في المحاكم الدوليه سيد كين مره اخرى نحاول هنا ان نفهم حقيقه يعني الطريقه التي يفكر بها الغرب اذا كنا نتحدث عن الجانب البريطاني الجانب الامريكي الجانب الاوروبي الغرب كان دائما يدافع عن حقوق الانسان يدافع عن حقوق الاطفال بل ويستخدم هذه القضيه فكره الدفاع عن حقوق الانسان والاطفال للضغط بها على دول اخرى لتصفيه حسابات اذا صح التعبير الان وكان هذه الصفه نزعت عن الغرب بعدما تقدمت جنوب افريقيا بهذا الملف في العدل الدوليه، بعدما شاهدنا على شاشات التلفاز الانتهاكات الجسيمه التي قامت بها اسرائيل في حق المدنيين، كيف يمكن ان نفهم هذه الطريقة في التفكير لدى الغرب الآن هذه الازدواجية في المعايير ما بين التعامل فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا والتعامل فيما يتعلق بالأبرياء الذين سقطوا في قطاع غزة وكيف يمكن أن نبرر لهم ذلك حتى كما تعلمين في أثناء الاتحاد السوفيتي في أيام ستالين الناس لم يكن لهم اي راي لقد كان الراي لنظام ستالين في ذلك الوقت وقتل اربعون مليون قتلهم ستالين الذي كان حليف الغرب في الحرب العالميه الثانيه ولكن في الغرب ليس هنالك دكتاتور مثل ستالين لدينا انتخابات ونحن ننتخب ممثلين عن الشعب أنا أعتقد بأن هذه السنة هي السنة التي يجب على شعوب الغرب أن تقوم بما عليها من أجل إنقاذ روحهم الجمعيه من اجل انقاذ دولهم لكي ينقذوها من الحكومات التي تماشت مع جرائم الاباده الجماعيه ودعمتها فنحن لا نريد ان نرى حربا عالميه ثالثه او حربا لنهايه العالم هنا اجد نفسي لا ادعى مره اخرى لاتحدث على البي بي سي او سي ان ان او ار تي او في لأنني أقول ما لا يريد أي شخص في الغرب أن يقوله إن أفعال الدولة اليهودية دولة إسرائيل كانت وستبقى أفعال إبادة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولكن كل سياسيين بدون أي استثناءات في الغرب يقفون إلى جانب إسرائيل إذا كيف يمكن؟ في مجتمع ديمقراطي اغلبيه الناس فيه قد عبروا عن مطالبتهم لهذا ان يتوقف كيف يمكن لسياسيي هذه البلاد والحكومات ان يفعلوا العكس ساحدثكم عن السبب السبب هو انهم فاسدون ولا يمثلون رأي الشعوب التي يدعون أنهم يمثلونها يمثلون وجهة نظر المصارف والبنوك مثل عائلة روثشايلد الذين صار لهم يسيطرون على القطاع لقرون يمثلون المصارف والمصارف تحب شيئا واحد قبل كل شيء وهو الحرب ما رايك سيد بشار جرار في هذا الطرح وخاصه حينما نتحدث عن التكلفه الانسانيه الباهظه والتي ما زالت مستمره، هناك تقارير تتحدث عن خلافات بالفعل بين واشنطن وتل ابيب بشان سير الحرب على قطاع غزه، ربما الحديث عن رغبه واشنطن في وقف العمليات العسكريه ولكن نسمع أيضا عن رفض نتنياهو لدعوات بايدن تقليص العمليات العسكرية في غزة وليس حتى وقف هذه العمليات هل هذا هو المفهوم الأمريكي يعني الحد من العمليات العسكرية وليس وقفها تماما يعني الاستمرار بالقتل لكن بحد أدنى مثلا؟ سأجبانا أشكرك على الدعوة الكريمة بمعية الضيوف الكرام وأعتقد أن ما يعني المشاهد الكريم هو معرفة حقيقة ماذا تتقدم به هذه الدول الغربية من مواقف حين عندما يكون هناك نوع من التناقض ما بين الهدف العام وهو كما عرضته في بداية البرنامج وهو السلام وبين اعتبارات أخرى تدخل في صميم الأولويات المتعلقة في تلك الدول فيما يتعلق في إدارة بايدن تحديداً نعم هناك أولوية السلام هذه أولوية امريكيه استمرت منذ عراب السلام في الشرق الاوسط اداره كارتر وكيسنجر وسياسه الخطوه خطوه واطلاق كلمه عمليه بروسس على مفاوضات السلام بحيث انها تصل الى غايه. الان عندما تجري المقارنه بين كيفيه مقاربه الرئيس بايدن كرئيس ديمقراطي خاصه وتعامله مع هذا الملف ملف الشرق الأوسط هناك اعتبارات كثيرة متعددة ليست فقط الصراع الفلسطيني الاسرائيلي م. هناك أمور غير مسبوقة بداية هناك عالم آخذ بتشكل الآن في تعددية قطبية ولا يريد الرئيس بايدن وقالها في خطاب وكررها بأنه لن نقبل إلا بقيادة أمريكية في القرن الواحد وعشرين الآن هناك تحدي لهذا الأمر هذا التحدي دليل أنه لا يتعلق فقط في الصراع العربي الإسرائيلي وجدنا كيف كان إبان حرب أوكرانيا التي ما زالت مستمرة ووجدنا كيف تداخلت ملفات أوكرانيا وغزة في موضوع الضغط على التمويل م. عندما يقال أن الرئيس بايدن متفق بدعم الصديق إسرائيل هذا شيء لا خلاف عليه أمريكيا دائما تعتبر إسرائيل هي صديقة وحليفة للولايات المتحدة الأمريكية وهناك دعم لا يجوز القول بأنه شكلي بأنه فقط النخبة السياسية هذا غير صحيح الصحيح أن حتى مؤسسات الدولة العميقة وخاصة وزارة الدفاع والخارجية والمؤسسات الأمنية عموما منها السي اي منخرطة في هذه الأمور وهذا ما يبرر الآن لماذا يرسل الرئيس بايدن بلت ماكيرك هذا الذي هذا الاسم الذي عرفناه في التحالف الدولي لمناهضة ومحاربة ودحر داعش هو الآن يتولى شؤون الشرق الاوسط في اداره بايدن، ها هو الان منخرطا في مفاوضات ينخرط فيها ايضا مدير السي اي اي ويليام بيرنز، عندما يزور مصر واسرائيل وقطر هناك حديث عن صفقه تبادليه وكل ما قيل في قضيه وقف اطلاق النار مع كل الاحترام، انا من الناس الذين لم ينخدع يوما منذ البدايه، انه لن ينتهي الامر ابدا في وقف اطلاق النار لن تضغط لا امريكا ولا اي من دول الاطلسي بشكل حقيقي على اسرائيل لأن وهذا ما الم... كنا نتحدث عنه بالفعل وكنت انوي السؤال في هذه النقطه تحديدا سيد بشار يعني بعد ان اعطت الولايات المتحده الضوء الاخضر المده الكافيه، الوقت الكافي، المساعدات الماليه، الذخائر والمساعدات العسكريه لاسرائيل لكي تنفذ ما هي متهمه فيه الان امام العدله الدوليه وهو الاباده الجماعيه ضد الشعب الفلسطيني ناتي اليوم ونسمع بان الولايات المتحده تحاول الضغط على اسرائيل من اجل وقف العمليات على كل حال دعني اتحول للدكتور حسين الوائلي دكتور حسين يعني بالعوده الى التجارب السابقه الصحفيه الامريكيه اذا كنت تتذكر معي ليزلي شتال ناقشت مع مادلين اولبرايت التي كانت سفيره الولايات المتحده لدى الامم المتحده انذاك كيف كان العراق يعاني من العقوبات وقالت شتال سمعنا أن نصف مليون طفل عراقي ماتوا وهذا عدد أطفال أكثر من الذين ماتوا في هيروشيما هل الثمن مستحق؟ كان هذا السؤال فأجابت أولبرايت قائلة أعتقد أن ذلك خيار صعب جدا ولكن نعتقد أن الثمن نعم يستحق ذلك هذه النظرة الغربية هل يمكن إسقاطها على الصراع الآن في قطاع غزة مع سقوط ألاف المدنيين الأبرياء الفلسطينيين وبالنظر إلى الأعداد والمعاناة وحتى بالوثيقة المقدمة من قبل جنوب أفريقيا المكونة من 84 صفحة هل يمكن أن نقارن هذا بذاك؟ يعني هو يعني ما تفضلت به أستاذ جمانة حقيقة هو استفاضة كبيرة واستعراض كبير جدا الحقيقة لحدث تاريخي مهم جدا خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وعلاقته في الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا لكن ما اريد ان اقوله دائما هناك في الغرب هناك تبريرات، تبريرات جيوساسيه، تبريرات جيوسياسية، تبريرات الغاز، تبريرات النفط، تبريرات التواجد والتنافس ما بين الصين وما بين روسيا ايضا في المنطقه، فبالتالي هي تعتقد الولايات المتحده الامريكيه حتى في تعريفها الاكاديمي للهيجموني او ما يسمى بالهيمنه تقول بانه هو عامل استقرار، هذا بتعرف الاكاديمي بكل تاكيد هم لديهم مبررات ولكن العلاقة حقيقة لم تعرف ما بين العرب والغرب والولايات المتحدة الأمريكية لم تعرف حتى اللحظة هل نحن أصدقاء للولايات المتحدة الأمريكية؟ هل نحن أصدقاء مثلا للغرب للأطلسي؟ لا أعتقد أحد يستطيع أن يعرف العلاقة العربية الأمريكية أو الغربية يعني حتى الآن أعتقد هي أيضا أشبه بعدم وجود تعريف رسمي للإرهاب الإرهاب لم يعرف بطريقة رسمية ولم يتفق عليه بالتالي لا اريد اخوض حقيقه بالماضي والعقوبات على العراق والحصار وادخال العراق في هذه المتاهات لانه في نهايه المطاف هذا شان ولكن ليس ليس, لنشر... ليس هذا المقصود دكتور حسين، المقصود هنا هو الاستهانه بارواح الاطفال وتحديدا يعني حتى ليس الحديث هنا عن مدنيين ابرياء فحسب بل الاطفال أنا... بانه ثمن طيب. مستحق هذه الفكره اذا كانت لدى الغرب كمبرر للوصول هل للسلام هل هي مقبوله من وجهه نظرك انا من وجهه نظري بكل تاكيد غير مقبوله في نهايه المطاف يعني الابرياء ان يكونوا ضحايا في اي حرب وانا ضد الحرب في نهايه المطاف وانا ايضا أحب ضحايا الحرب يعني اذا تحدثنا عن الحرب وغيرها طيب يعني انا آآ آآ يعني اعرف حرب واعرف تفاصيل الحرب واعرف المجاعه واعرف التشرد وبالتالي اتحدث عن الحرب لانه اعلم جيدا واعتقد الضيف في الاستوديو معك يبدو لي بانه هو كان في المارينز الامريكيه واعلم جيدا تفاصيل الحرب نعم. هو نفسه ساعود يعني اليه طيب. ولكن ولكن ما اريد ان اقوله تحديدا بانه السؤال حضرتك يتعلق بفئه موجوده بالبوليسي ميكرز او بصناع القرار الموجودين سواء في الولايات المتحده الامريكيه او في داخل م. اوروبا ولكن السؤال إذا أصيغ بطريقة أخرى هل الكل حقيقة يتفق مع هذا؟ أجزم لك بأنه ليس الكل هناك الكثير من صناع القرار الأوروبيين أنا أتحدث عن شيء أوروبي ومطلع جدا أنه يعني بالمجمل غير راضين عما يحدث وينتقدون ما يحدث أيضا في نفس الوقت هذا السبب إذا تلقين الشأن الأوروبي والقرار الأوروبي والسياسة الخارجية الأوروبية فيما يتعلق في غزة وغيرها تغير تماماً. في البداية، كانت فندرلاين تذهب إلى غزة بمعية ميتسولا رئيسة في البرلمان الأوروبي وتحتضن نتنياهو. الان القرار اصبح مختلف تماما والان الكل يطالب بوقف اطلاق النار واعتقد انه هناك و... وبالفعل وفي هذه النقطه ايضا دكتور حسين هناك من يقول ان الغرب في الحديث عن الولايات المتحده الامريكيه او الجانب الاوروبي او حتى بريطانيا بانهم اعطوا لاسرائيل الوقت الكافي لكي تقوم بما قامت به يعني كما تقول جنوب افريقيا بانه اباده جماعيه ويقول العديد منا بان اسرائيل بالفعل قامت بتنفيذ اباده جماعيه بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزه. طيب سيد أكرم طيب دعني أذهب لسيد أكرم معطلة وأجدد لك التحية وعذرا لإني تأخرت عليك السيد أكرم في نوفمبر الماضي الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض الدعوات الخاصة بوقف إطلاق النار حتى بوقف إطلاق النار الإنساني في غزة وقال إن ذلك لن يحقق السلام هو قال ذلك صراحة قال ينبغي أن يكون الهدف مجرد وقف الحرب لهذا اليوم بل يجب أن يكون إنهاء الحرب الى الابد وكسر دائره العنف المتواصل وبناء شيء اقوى في غزه وفي جميع انحاء الشرق الاوسط حتى لا يستمر التاريخ في تكرار نفسه. كيف يمكن فهم الموقف الامريكي والمبررات الامريكيه؟ يعني ما هي ما هو التبرير اللائق لموقف الرئيس بايدن للوصول الى الهدف الذي تحدث عنه بايدن اليس كان من المفترض الاستجابه لوقف اطلاق النار او دعم وقف اطلاق النار في البدايه قبل سقوط كل هذه الارواح، ثم الحديث بعد ذلك عن السلام الدائم او عن طرق السلام التي يمكن ان ترضي جميع الاطراف. وهل السلام من وجهه نظر الغرب لا يتحقق الا بسقوط المزيد من الاطفال والمدنيين سيد اكرم؟ أنا يعني مساء الخير مره اخرى أستاذ جمانه وجميع الكرام والسيدات والساده المشاهدين. يعني بالمعنى النظري والأفق التاريخي أنه دائما الاتفاقيات الكبرى جاءت بعد حروب كبرى وأحيانا ما يقال أنه هذه الحرب بتكلفة ضحاياها قد تدفع باتجاه السلام نعم هذا صحيح حرب العالمية الثانية بعض حروب التاريخ دفعت ولكن هذا لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن ينطبق على فلسطين لأنه حروب كثيرة هذه ليست أول حرب بصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين وكل كل مره كانت النتيجه تقول انه بالعنف لا يمكن الحل بالقوة العسكريه اسرائيل كانت تفرض نفسها وكانت تفرض شروطها وكانت تفرض اجندتها وسياستها حتى على الولايات المتحده الامريكيه الان هل هناك ثقه بالولايات المتحده الامريكيه بالرئيس الامريكي بايدن نفسه بالتاكيد لا لانه كان شريكا بالاباده وهناك من يطالب إذا كانت إسرائيل تحاكم في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية يفترض أن الدول الداعمة لإسرائيل والتي وفرت لها وفرت الولايات المتحدة غطاء دولي بالمجلس الأمن أكثر من مرة رفضت وقف إطلاق النار وقفت بكل قوتها بالفيتو التي تملكه وفرت الذخائر وكل مواد القتال والمعلومات الإستخبارية وقالت أن طائراتها تشارك دراسه معلومات استخباريه لاسرائيل وتأكيد هذه المعلومات ادت الى ضربات اباده جماعيه في قطاع غزه. الرئيس الامريكي هو نفسه عندما انتخب وسئل عن الملف الفلسطيني ماذا قال؟ والصراع كان مفتوح وموجود. في اول زياره له لاسرائيل عندما سئل حول هذا الموضوع قال هذا الموضوع مؤجل ليس وقت الحديث في الملف الفلسطيني، كان يتحدث عن ملفات اخرى وكان يدفع باتجاهات اخرى. الان هذا اصبح ملحا لماذا؟ لانه الربط هناك ربط بين الانتخابات الامريكيه واضح انه البيت الابيض عتبه البيت الابيض يمكن ان تحترق في اي لحظه وما راينا امتداد الصراع وتمدد وتوسيع قد الحرب ما يهدد مصالح الولايات المتحده الامريكيه ومصالح اوروبا نفسها يعني لا يمكن فصل التهديد بحركه التجاره الدوليه والاقتصاد الاوروبي عن تغير بالموقف الاوروبي الحرب مم. لها اكثر من ثلاثة اشهر ونص مم. الان كان اوروبا بدات تصحو لانها بدات تدرك ان مصالحها بدات تهدد كان يجب تهديد مصالح الغرب حتى يدرك الغرب انه ان الاوان يوقف اطلاق النار ولكن هل مفهوم دوله فلسطينيه هل مفهوم السلام الرأي كما يراه الفلسطينيون والعرب هو نفس المفهوم الذي تراه الولايات المتحده الامريكيه راينا بروفا التي قدمها الرئيس السابق ترامب مم. و وجهه نظر اسرائيل، مشكله السلام في هذه المنطقه انه دائما او بالمعنى النظري هو في متناول اليد. بالمعنى العملي تركت الولايات المتحده لاسرائيل ان تقرر بشان مفهومها للسلام، أصبح المفهوم الاسرائيلي لا يقترب نهائيا من المفهوم لا الفلسطيني ولا العربي ولا حتى الاوروبي بالمناسبه، اوروبا تتحدث عن حل الدولتين بدوله بحدود 67، تركت اسرائيل فيتو هي تقرر بشان المفاوضات وتركت المفاوضات دائما عبر التاريخ سمعنا عن حروب مزمنه وسمعنا عن حرب ال عام وحرب الكذا وحرب عالميه تستمر ست سنوات لكن عن سلام مفاوضات مزمنه هي اول مره في التاريخ ان المفاوضات تستمر من 93 حتى عام 2013 بمعنى انه 20 عام من المفاوضات فشلت لانه المفهوم الاسرائيلي للسلام في قوه كبيره بينه وبين المفهوم الفلسطيني للسلام والعالمي والاوروبي وحتى الامريكي ولان الولايات المتحده الامريكيه تركته لموازين القوى على طاوله المفاوضات كانت دائما في صالح اسرائيل او ممكن ان وهذا يدفعنا للتساؤل هل الغرب بهذه السياسه يحاول الدفاع عن مصالحه او انه بالفعل يخشى من اسرائيل ساتحول لسيد اوكيف سيد اوكيف الغرب ومعهم إسرائيل يعني على ما يبدو في اعتماد لمبدأ ذرائع إذا صح التعبير يقول أن الغاية تبرر الوسيلة فإسرائيل اعتمدت على شتى الوسائل للوصول إلى هدفها ومن هذه الوسائل ما هو يتجاوز القوانين الدولية رأينا ما حدث في محكمة العدل الدولية مثلا ودول الغرب كانت في حالة سبات جراء ما قامت به إسرائيل من فضائع ضد المدنيين الفلسطينيين ومن هذه الوثائق التي قدمت هناك وفجأة يعني يبدو أن الغرب صحى من السبات وأدرك أن هناك مأساة إنسانية حقيقية تحدث في غزة تسرعت وتوالت التصريحات المتعاطفة على ما يبدو ولكن الحذرة في نفس الوقت من إدانة إسرائيل بشكل صريح وعلني ولم يكن الغرب بيده سوى مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار الحد من العمليات حتى هذه المطالبة لم تلقى أذانا صاغية لدى الجانب الإسرائيلي ولا لدى نتنياهو ما الذي تريد اسرائيل بالضبط من وجهه نظرك وهل بالفعل يخشى الغرب على مصالحه ام يخشى من اسرائيل well, this is حسنا <applause> هذا السؤال ملفت لأنه أليس من المهم بالنسبة لنا كيف يمكن لهذه الدولة الصغيرة دولة إسرائيل اليهودية التي عدد سكانها أقل من واحد بالمئة من سكان الكوكب كيف يمكن لهذه الدولة أن يكون لها هذه السيطرة على السياسة الغربية فرضيا كل سياسيي الغرب وحكوماتهم يدعمونها بدون استثناء أمريكا وقال رئيسنا وكرر الكذبة المتعلقة بقطع رؤوس أربعين طفلا وكذبوا بشأن عمليات الاغتصاب وإحراق الناس من طرف حماس عمدا وكذبوا أيضا بشأن قتلهم لشعبهم وهذه السياسة معروفة تماما الآن لأنهم سيقتلون شعبهم كيف يمكن أن هذه الدولة الصغيرة عندها هذه القوة هذا السؤال يجب أن يسأل بجدية ويجب أن تناقش الإجابة بجدية الطريقة التي استحصلت فيها إسرائيل على قوتها برأيي وفكرت فيه لعقود هو النظام المالي لدينا نظام نظام مصرفي مركزي يستعمل موردا لا ينضب من الأموال الأوروبية وبنك إلجلترا والبنك الفدرالي الأمريكي وكل البنوك الغربية الخاصة تصدر اموالا لكل وكلائها وتوصلها للسياسيين الفاسدين ولهذا اسرائيل تحصل على كل ما تريده والا كيف يمكن ان يشرح هذا مثلا في ليبيا او ناميبيا لا يستطيعون ان يتحكموا بالسياسه الغربيه لن تتمكن ناميبيا أو ليبيا أو إندونيسيا أو الكاميرون أو أي دولة أخرى أن تقوم بذلك فقط الدولة اليهودية لديها هذه الحالة من الحصانة، وأمتي التي ولدت بها كما ذكرت من قبل يجب أن تحاسب في المحاكم على الجرائم التي ارتكبتها في العراق وفي, وفي أفغانستان، في العراق تحديدا أسلحة الدمار الشامل كانت كذبة، وأيضا العراق كانت الهدف الأول في مشروع إسرائيل الكبرى سيد سيد أوكي كيف يمكن يعني ان يحدث تغييرات جذريه في طبيعه اداره الاداره الامريكيه على سبيل المثال في طبيعه التفكير هنا في الداخل البريطاني داخل مقرات صنع القرار في الداخل الاوروبي الغرب عموما كيف يمكن تغيير هذه السياسات التي اصبحت بشكل تلقائي الان استفزازيه وربما كما يصفها البعض غير اخلاقيه في مساله التهاون بارواح الابرياء حسنا من الغرابة بما كان عندما كنت في الجيش الأمريكي رفعت يدي لأقسم عندما كان عمري تسعة عشر عاما أقسمت على الالتزام بدستور الولايات المتحدة الأمريكية وحمايته ووفيت بقسمي لثلاثين عاماً وفقاً للقانون لا يمكن لنا أن نخوض أي حرب من هذه الحروب الإمبريالية أو أن نستعمل هذه الأسلحة لنقتل عددا هائلا من الناس العزل ومنهم النساء والاطفال هذا ليس عملا دستوريا هذا انتهاك للقانون امريكا شبيهه ببقيه العالم لدينا قانون الغاب هذه السنه 2024 علينا ان ننهي هذه الحصانه ومرة اخرى اقول بارك الله بجنوب افريقيا والامم الاخرى التي ترفع هذه الدعاوى القانونيه ضد الدول لا. التي ترتكب الجرائم لكي تحقق العداله، هذا يجب ان يحصل في هذه السنه، واريد ان احث الناس ليتذكروا ويعوا بان لدينا القوه لاحداث هذا. لدينا كل ما يحصل الان لدينا ايقاف الملاحه البحريه الان الذي يؤثر على الاقتصادات يمكننا ان نوقف الموانئ لكي نتاكد من ان هذه الامم لا يسمح لها بارتكاب الاباده وجرائم الحرب والا فنحن سيد كن. مذنبون نعم سيكن سيد كان أوكيف الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وأحد عناصر مشاة البحرية الأمريكية سابقا شكرا جزيلا لك الشكر موصول لك سيد أكرم عطلة كاتب وباحث سياسي والشكر أيضا لك سيد بشار جرار المتخصص في الشؤون الأمريكية والكاتب الصحفي ودكتور حسين الوائلي الكاتب الصحفي متخصص في الشؤون الأوروبية شكرا جزيلا لكم إذا النفاق جزء من طبيعة السياسة في الغرب إلى درجة تجعل السياسيين يسألون ماذا نفعل إن لم نكن منافقين؟ ماذا نفعل إذا كانت مصالحنا مرتبطة به؟ وكم يبقى من مخدة العظمة إذا لم تكن محشوة بريش المعايير المزدوجة؟ على كل حال وصلنا لنهاية هذا النقاش، نرصد تطورات الأحداث لنفتح ملفات أخرى الأسبوع المقبل. تابعونا.